primero. Siempre que he venido a Bengasi, el recibimiento ha sido muy bonito, muy agradable. دائما لما تجي لبنغازي يكون استقبال جد حافظ، جد حافظ هنا، ودائما الناس سعداء بزيارة البنغازي. Yo tenía muy buena relación con los jugadores. Intentar clasificarse para el mundial. طبعا حنا توجهين احنا نكونوا المنتخب لتصفيات كاس العالم. Que tener en cuenta que el pelear para entrar en el mundial es lo más grande que hay para el fútbol profesional. طبعا في الاحتراف المنتخب دوري مستعد لتصفيات كاس العالم، وكاس العالم كل اي منتخب في العالم يتمنى ان يترشح لكاس العالم. Y sobre todo para el deporte del país. على الاقل هذه حاجه تحفز الرياضه في ليبيا. Por eso el camino que tienen los jugadores solo luchar con equipos de altísimo nivel como es Egipto. طبعا طريق الرياضي الليبي بيكون جد طريق صعب، وضروري يكافح فيه لان عارفين ان موجودين بمنتخبات جد صعبه، منتخب زي المنتخب المصري، ايجيبتو، غابون، انغولا. منتخب المصري، منتخب غابون، ومنتخب الانغولي. Es una empresa dificilísima. مجموعه جد صعبه. Pero por eso cuento con que los jugadores para ellos la ilusión que tienen por ganar será muy grande. وحتى الرياضيين ضروري ما يكون رياضي منتخب ليبي يكون عنده طموح وحلم انه يترشحوا لكاس العالم. Es un trabajo muy duro, difícil. طبعا هذا شغل جد صعب وصعب جدا. Pero en el que los jugadores si quieren llegar a tener posibilidades tiene que ser un trabajo muy fuerte desde el principio. طبعا الرياضي اللي يحلم انه يترشح لكاس العالم ضروري من بدايه الخدمه من الصفر انه يكون مستعد يكون منتخب قوي يعني.